يشتد التنافس بين الولايات المتحدة والصين على الصعيد العالمي، تنافس وصلت أصداؤه بالفعل إلى أفريقيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص. فمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى رصد تنامياً للوجود الأمني الصيني بالمنطقة كتفاً بكتف مع وجود اقتصادي كاسح، حيث يعتبر المعهد أن استثمارات الصين في الموانئ والمجمعات الصناعية في إفريقيا والشرق الأوسط ظاهرها تجاري لكن باطنها يخدم الأصول العسكرية الصينية في المستقبل. فعلى سبيل المثال للحصر، قامت الصين بنشر فرق عمل بحرية لمكافحة القرصنة في المياه الدولية، بل ذهبت في العام 2017 إلى إنشاء أول قاعدة خارجية لها في جيبوتي. وبحسب المعهد فأهداف بكين من ذلك هي حماية تجارتها وتعزيز صورتها كقوة عالمية وإبراز قدراتها العسكرية خارج حدودها، وهو ما جعل كثيرين يتساءلون هل هذا التمدد الصيني هو تغول على النفوذ الأمريكي أم نتيجة طبيعية لرواية الانسحاب الأمريكي من المنطقة. لذلك يرى معهد واشنطن أن على أمريكا ضحض ما يتردد على الانسحاب من المنطقة وتنسيق زيارات رفيعة المستوى مع الحلفاء هناك وإعطاء الأولوية للاحتياجات الأمنية لشركائها. وفي النهاية ينوه المعهد إلى أن طموحات الصين لا تمثل تهديداً لمصالح واشنطن، لكن وجودها الأمني يمثل تحدياً خطيراً للنفوذ الأمريكي. ويمكن الفصل هنا بين الأمرين تماماً عبر إجراء تقييم دقيق لنوع الوجود الأمني الصيني في كل بلد على حدة لتحديد المخاطر المرتبطة بالمصالح الأمريكية، وبالتالي لتحديد الرد بشكل متناسب.